زيزو مع شلبي. بص بقى كتيبه الزمالك اللي جوه 18، هتلاقي الزناري، هتلاقي محمد عبد الغني، هتلاقي ابراهيم انداي، هتلاقي يوسف اوباما، هتلاقي عمرو السيسي، هتلاقي محمد طارق. تتلعب الكره العرضيه بالبوكس، ابو سعود يطلعها، ما تلاقيش غير رؤى اللي عايز يسدد. رؤى المطالبه بضرب الجزاء لصالح نادي الزمالك، ولكن الشيمي يشتت بكره اماميه مش لحد تماما، ما تلاقيش غير كابتن الفريق محمد عبد الشافي. الزمالك يبدا هجمه من جديد بعد مرور 10 دقائق من عمر الشوط الثاني. ضغط من جماهير نادي الزمالك على حكم اللقاء، اكيد للرجوع للفار في اللقطه اللي فاتت. لسه رؤى بيتكلم مع حكم اللقاء اللي حب يسدد من تسديده واحده. لازم الكره تقف عشان نشوف امين عمر هيرجع للفار ولا هيستأنف مره ثانيه. الزناري هيرجع ثاني، امين عمر للفار. الضغط الزملكاوي كبير، طوفان زملكاوي مع بدايه الشوط الثاني، والتسديد والضغط يولد اخطاء. امين عمر هيرجع للفار، هنشوفها، هنشوفها من بره ولا من جوه ولا من على الخط، من بره ولا من جوه ولا من على الخط، ولا ايده مزوده جسمه الزاويه دي، هل ايده مزوده جسمه؟ هي منعت مرور الكوره، واضح ان ايده الشمال لؤي وائل، من بره ولا من جوه لؤي وائل واقف برجليه الاثنين بره، لكن ايده جوه ولا بره؟ كل دي اسئله، احنا بنسال اسئله، لان لؤي وائل واقف برجليه الاثنين بره الخط، لكن مايل بجسمه شويه لجوه ال 18، هل بقى ايده بره ولا جوه؟ امين عمر هو اللي هيقول لنا. امين عمر هو بيبص دلوقتي، هي جايه في ايده، وايده مزوده جسمه. بيقول له الاول ايده قدام صدره ولا ايه؟ بصوا كلام امين عمر، احنا بنوصف الصوره، هل هي مزوده جسمه ولا ده كلام امين عمر الاول. ارجع كده. السؤال الثاني بيقول له ارجع، اهو كلام واضح، اسمع معايا، بيقول له ارجع. لا يا عادل، يا عادل بيتكلم سامي هلهل مع محمد عادل. ادي امين عمر العب بس كده، انا دلوقتي المدافع عايز يمنع يعمل جسمه كده، فشيء طبيعي مع الحركه الطبيعيه لجسمه ان ايده هتخش جوه. امين عمر بيتكلم مع محمد عادل، سامعين امين عمر بيقول له شيء طبيعي ان ايده هتخش لجوه. محمد عادل بهدوء في التكييف بيتكلم مع امين عمر. هو اللعيب بص امين عمر بيقول له ما كبرتش الجسم، محمد عادل بيقول له كبرت الجسم. ده الصوره اللي قدامنا، دي الصوره اللي قدامنا. قرار لامين عمر بقى، هيقتنع بكلام محمد عادل؟ لا، هتروح ورا الظهر عشان انا حركه الجسم بتاعي ايدي اللي جوه هتبقى في محيط صدري، فانا هستمر. عادل عادل، لا لا انا مش هستمر قراري. العب، هات الزاويه دي، ماشي ارجع تاني، ماشي ارجع يا عادل ارجع. طب هات لي بقى جوه ولا بره؟ قال له طب هات لي جوه ولا بره؟ سامعين حضراتكم اكيد كمان. قال له طب هات لي جوه ولا بره؟ خلاص هو اقتنع ان هي زودت جسمه. طب اعمل لي زوم، اعمل لي زوم عشان اشوف جوه ولا بره. كده اقتنع، يعني الاول ما كانش مقتنع. عادل هي ثلاث ارباعها بره وربع بس على الخط. لا 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 انا مش مقتنع بيها عادل. عمل له زوم الكابتن محمد عادل وقال له مش مقتنع. كابتن امين عمر الكلام واضح، قال له مش مقتنع لضرب الجزاء. سيبنا حضراتكم تسمعوا لايف، تسمعوا لايف من الكابتن امين عمر اللي الكابتن مصطفى الشهدي. توتر في اللقاء، توتر في اللقاء، وقال العب مش ضرب الجزاء. امين عمر